السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. إن شاء الله رب العالمين حنبدأ في خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021 في مساق الاقتصاد الهندسي. نرحب فيكم جميعا في هذا العام الجديد، جميع الطلاب سواء كان من جميع الأقسام، لأن هذه المادة شاملة كل الأقسام، عبارة عن متطلب كلية. وإن شاء الله نتمنى لكم السلامة ولأهاليكم إن شاء الله جميعا. حنكون مع بعضنا في خلال هذه المساق اقتصاد هندسي. هذه المادة مادة سهلة، سهلة كثير، بدها متابعة أول بأول، جزء نظري الأول إن شاء الله حندرسه، وإيش بعد كده ببدأ الجزء الحسابي، كيف أشياء حسابية إن شاء الله أعلمهم بالتفصيل إن شاء الله. زي ما تعرفين المساق نسميه Engineering Economy. أقوم في هذه المحاضرة البسيطة إن شاء الله بشرح نتعرف على المادة بشكل عام، في بعض الشغل ممكن نحكي مصطلحات نحكيها ما نعرف إيش معناها إلا في موعدها إن شاء الله. مهم لأنه نتعرف على المادة بشكل عام. أكيد بتعرفوني كلكم، المهندس عبد الله عدوان. المساق الشباب تقريبا له 5 أهداف رئيسية. الهدف الأول identify and apply relevant economic and financial considerations in decision making، يعني هنقوم نتعرف ونحدد، نقوم بتحديد وتطبيق الاعتبارات الاقتصادية تمام والمالية التي لها صلة في اتخاذ القرار، لأنه شوف كل موضوع الاقتصاد بيعتمد على شغلة اسمها decision making. هذا decision making لاتخاذ القرار، إني أنا كيف اعمل اتخاذ القرار تمام. حنعرف ايش يعني ايش عمليه اتخاذ القرار في خلال ايش خلال الدراسه ان شاء الله. يعني ان انا احدد واطبق، يعني بدي اعرف، يعني اعرف هذه الحاجات، اعرفها اللي هي الاعتبارات الاقتصاديه، اعرفها واطبقها تمام في عمليه اتخاذ القرار، في عمليه ايش اتخاذ القرار. سواء كانت هذه الاعتبارات سواء كانت اقتصاديه او ماليه، سواء كانت ايكونوميك او فاينانشال تمام، سواء كانت اقتصاديه او ايش او ماليه. فهذا شباب اول هدف، اني اعمل ديسيجن ميكن، اطبق الاعتبارات الاقتصاديه، اعرف واطبق الاعتبارات الاقتصاديه والماليه في عمليه الديسيجن ميكن، اتخاذ ايش القرار، في عمليه اتخاذ القرار. الشغلة الثانية understand and apply theoretical concepts principles that form the basis of economic decision making، إني أفهم تطبيق المبادئ النظرية التي تشكل اتخاذ القرار الاقتصادي تمام. في عند الشباب بعض القواعد نظرية، هذه من خلالها بقدر أخذ قراري الاقتصادي تمام. هذه بعض النظريات حنتكلم إيش فيها إن شاء الله رب العالمين تمام. طيب الشغلة الثالثة distinguish between alternatives and apply evaluation methods that are commonly used in economic decision making process. أنا شباب بدي أعمل مقارنة بين البدائل. هو شباب كل عملية الاقتصاد هو عبارة عن مقارنة بين البدائل عشان أصل للبديل الأمثل، لو أتخذ قرار إني أخذ هذا البديل تمام. أنا أعرف إيش معنى البدائل، المقارنة بين البدائل عن طريق استخدام طرق التقييم التي يشيع استخدامها في عملية اتخاذ القرار. يعني أنا بدي أعمل مقارنة بين البدائل بطرق معينة حنتعلمها في عملية اتخاذ القرار. هذه الطرق الشباب حندرسها إن شاء الله بالتفصيل تمام. طرق حسابية، إنه أنا في عندي مثلا واحد بدي يعمل مصنع، أو واحد نخليها على شغلة أبسط، ممكن هذه الأمثلة نشرح أمثلة كثير إن شاء الله قدام في أول الشابتر الأول لما نعرف إيش هو الاقتصاد تمام، وبعض الأمثلة على عمليات اتخاذ القرار حنشرحهم بالتفصيل إن شاء الله تمام. إنه كيف أنا أطبق أو كيف إني أختار البديل الأمثل من بين البدائل عن طريق استخدام بعض الطرق اللي معروف استخدامها في آليات التقرير، يعني معروفة وإيش تكون معروفة بين المهندسين في عملية إيش اتخاذ القرار. الهدف الرابع identify and incorporate relevant practical considerations تمام in economic analysis. بيحكي لي هنا كمان لازم نحدد الاعتبارات الاقتصادية اللي لها صلة في
تحليلات الاقتصادية، تمام؟ لازم نطبق بعض العمليات أو بعض الاعتبارات العملية اللي لها صلة في التحليلات الاقتصادية. يعني مثلا موضوع الضرائب، زي ضرائب الدخل، تمام؟ ضرائب الدخل هذه لها صلة في إيش؟ التحليلات الاقتصادية، لازم ناخذ بالنا منها في عملية اتخاذ القرار. والانفليشن اللي هو التضخم، تمام؟ وبعض المخاطر والانسرتينتي الموجودة في إيش؟ في عملية الاقتصاد. يعني بعض الأيام بتلاقي اقتصاد دولة ما ارتفع أو نزل، تمام؟ فأنا في ريسك وفي انسرتينتي اللي هي إيش؟ فيش استقرار، فيش إيش استقرار في إيش؟ في هذه الدول، في اقتصادها في الدول. فإحنا في خلال هذه، من هذا الهدف بدنا من خلاله ما ننسى موضوع الضرائب الدخل والتضخم وبعض إيش المخاطر ممكن تصير في عملية اتخاذ القرار، بالذات المشاريع. لما نجي نتكلم عن مشاريع كبيرة، كيف أخذ قرار أختار البديل الأمثل في هذا المشروع. يعني مثلا لو بدنا نتكلم عن مشروع بسيط، إنه واحد بيشتري سيارة أو بيتأجرها لشغلة معينة، مين أحسن يشتريها ولا يتأجرها، وإيش الاعتبارات اللي بتأثر عليه في كل شغلة. وفي الآخر الشباب اللي بيحكمنا إنه يكون الفوائد اللي بتعود عليك أكثر من إيش اللي أنت إيش بتخسرها، تمام؟ أو أكثر من الشغلات اللي أنت بتخسرها. الأوبجكتيف الخامس، هذا شغل كل الكلام بشكل عام، يعني هذا الكلام إحنا حنفصله إن شاء الله بالتفصيل. يعني في بعض الشغلات ممكن تكون مش واضحة هنا الحين، بس إن شاء الله كله حنفصل بالتفصيل. Understand and apply a few operations research tools for optimization and decision making. هنفهم ونطبق بعض الأدوات التي تساهم في عمليات اتخاذ القرار وفي عمليات تحسين واتخاذ القرار، تمام؟ في بعض العمليات إيش هنعرج عليها إن شاء الله اللي بتساهم إنه في عمليات إيش اتخاذ، في عملية اتخاذ القرار، تمام؟ طيب هذا شباب بالنسبة للأوبجكتيف بتاعت المساق بشكل إيش، بشكل عام. في عندنا المواضيع التوبكس اللي إحنا حندرسها، وهذه اخترناها من الكتاب، تمام؟ يعني مش كل الكتاب حندرسه، بعض المواضيع حندرسها في خلال الشابتر، في خلال الفصل ان شاء الله. اول شغله fundamentals introduction to engineering decision making. حنعمل شباب بشكل عام introduction على engineering economy، ومن ضمنها موضوع مين decision making. decision making اللي هو اهم موضوع في عمليه ايش الاقتصاد الهندسي. engineering economy concept حنتعرف على بعض المفاهيم زي الكوست والانترست والإكويفالنس and time money relationships. هنعرف شغلة مهمة كتير اسمها الكاش فلو دايجرام. هذا شغل الكاش فلو دايجرام مهم كتير في عمليات حل المسائل، عمليات إيش حل المسائل، وإله مفهوم معين، تمام؟ يعني ممكن ما نلاقيش له تعريف، بس إحنا من خلال شرحنا حتكون ممكن تكوله تعريف. يعني في بعض الأحيان ممكن يجيك تعريف كاش فلو دايجرام في امتحان. compound interest formulas. compound interest formula في عندنا simple for interest وفي عندنا compound interest، هنتعرف عليهم بالتفصيل في الجزء الأول من هذه المادة. الجزء الثاني بدنا نعمل مقارنة بين الالترناتيفز، كيف أعمل مقارنة بين البدائل الموجودة عندي، تمام؟ بين البدائل إيش الموجودة عندي. في عنا عدة طرق، في عنا الـ present worth analysis، تمام؟ الـ annual cash flow analysis، هذه طرق يا شباب المقارنة. في rate of return analysis، في عنا benefit cost ratio analysis، هذه عبارة عن طرق عشان أختار البديل إيش الأمثل. depreciation هذه موضوع إحنا نشرحه في نهاية إن شاء الله المادة في الأول. ونحن شباب البارت الثالث هذا في الأغلب ما بنقدرش نصله، إذا وصلنا إلى ممكن نشرحه الانفليشن، ممكن نشرح الانفليشن والتاكسيشن and price change، هذا ممكن نشرحه uncertainty and risk analysis. أما البروغرامينج هذا introduction to linear programming، ممكن هذه إيش ما نحكيش عنها، هذا موضوع برامج، تمام؟ ممكن تعلموا إيش لحالكم، لو دخلت على اليوتيوب تلاقيش كثير برامج اقتصاد مين الهندسة. عشان كده شباب خلال أسابيع حنها تفصيل أكثر، ممكن لها التوبكس أجت بشكل عام، تمام؟ التوبكس هنا أجت بشكل عام المواضيع، لها تفصيل أكثر خلال أسابيع. بس الأول هعمل introduction to engineering economy، إيش نعرف engineering economy و decision making، وشغلة تانية نتعرف عليها أي في نفس introduction حنقول عنها decision making. في الأسبوع الثاني engineering cost and cost estimating، هنتعرف على أنواع cost، تمام؟ بشكل عام. وفي شغلة هنتعرف interest and equivalence، تمام؟ موضوع الفائدة more interesting. كل شغل شباب الاقتصاد بتكلم عن الفلوس ومواضيع الفائدة والبنوك وشغلتها، تمام؟ هتلاقي أغلب شغلنا زي more interest formulas. رح نتعلم في عنا أول حاجة حكولنا simple interest والcompound interest، هنتعلم more interest غير simple والcompound، هنتعلم formula تانية، تمام؟
انا برضه نفس في نفس الاسبوع الخامس سنه السادس ممكن يكون امتحان النصف الاول دائما يكون تمام. مور انترست فورمولا بريزنت وورث اناليسيس تمام. بريزنت وورث اناليسيس ان نحلل نحول كل الفلوس الموجوده عندنا في المشروع لايش قيمتها اليوم، هاي معنى بريزنت وورث تمام. انيوال كاش فلو اناليسيس انيوال كل سنه يعني ريت اوف ريتين اناليسيس تمام. حنتعلم نعرف ايش معنى كل هذه الشغلات بالتفصيل ان شاء الله. في انكريمنتال اناليسيس تمام، عندنا فيوتشر وورث اناليسيس، عندنا البنفيتس كوست ريشيو اناليسيس، بي باك بيريود اناليسيس، عندنا موضوع الديبريسيشن في الاسبوع ايش ال 15 هيك بنكون احنا ايش انا النصف الثاني هون امتحان ايش النهائي. طيب بعض الكتاب حيكون عندنا موجود، هذا احد المراجع انا بسمي لكم اياه، في ممكن تلاقي مراجع ثانيه كثير للاقتصاد. دي جي نيومان انجينيرنج ايكونوميك اناليسيس اسم الكتاب، ناي طبعة التاسعة اكسفورد يونيفرستي تعلم جامعة اكسفورد طبعة 2004. ما قدرتش اجيب احدث من هيك طبعات ما لقيتش تمام. التقييم حكون اذا لو كنا احنا في الفصل العادي يعني اكيد حيكون عندنا هوم وورك وكوزز 20%، ميد تيرم اكزام حيكون فيها 30 15 15 30%، وفاينل اكزام ايش حيكون ايش 50%. اشب عباره عن شغله عامه عن المسار. ان شاء الله المحاضره الجاي حنتكلم في الانترودكشن تو انجينيرنج ايكونومي زي ما حكينا، هو عباره عن ايش اول موضوع حيكون عندنا في المساق تمام. ممكن ياخذ معنا اسبوعين يعني ثلاث محاضرات ممكن ياخذ معنا يعني اسبوع ونص تمام، مع ديسيشن ميكين يعني تمام ممكن تمام. بعدك حد متعرف هذا كله حتى النظري، هنا حتبدا عندك مواضيع الحسابات بعد خمس ست محاضرات ان شاء الله ممكن اقل تمام. يعطيكم العافيه.